بسم الله الرحمن الرحيم، وبيس تعالي نكمل دلوقتي مع بعض خطوة رقم 3. واحنا دلوقتي في خطوة موديلنج بروجكت، وصلنا في خطوة موديلنج بروجكت خطوة رقم 3 اللي هي adding structure walls. نخش على البرنامج بتاعنا، هنخرج close without saving، وهقول له اوبن، ونخش على مسار البرنامج، نختار روبي ستراكشر 2010، ريفيت ستراكشر 2010 وامبريال، وبعد كده نقول له اد وول، اد ستراكشر وول. هتعلم النهارده في درس النهارده ازاي بنقدر ان احنا ندخل الحوائط، سواء كانت الحوائط الخرسانية أو الحوائط الطوب. عايزين نعرف ازاي نحط أماكن الحوائط. طبعا لو حطينا أماكن الحوائط بشكل عشوائي هنضطر بعد كده نمسح أماكنها. احنا ممكن نعمل حاجة دلوقتي، ممكن نستدعي الرسمة المعمارية ونرسم عليها من قائمة فيو. هقول له visibility graphics، من قائمة Visibility Graphics اخش على Imported Category واقول له Technical School اللي هي المشروع المدرسة اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، هعلم عليه واقول له اوكي. زي ما احنا شايفين المعماري بتاع المدرسة فعلا ظهر، وظهر عندنا في سلم هنا ستير في اعلى المدرسة، وسلم في اسفل الرسم من تحت. تمام، اخش دلوقتي على طريقة رسم الحوائط، هنقول له Insert هوم، واقول له ستراكشر وول. ستراكشر وول، وهخش من تشينج element تايب، وهرسم الحائط الخارجي للسلم، اخليه جينيريك 12 انش ماسونري، يعني حائط من الطوب مقداره 12، عرضه 12 انش، واقول له بيك لاينز، وهختار من لوكيشن لاين هختار اكستيريور فينيش فيس اكستيريور، يعني الوجه الخارجي للحائط. ونختار الوجه الخارجي ده، فعلا نرسم لنا الحائط. هنطلع بالنقطة التانية زي ما اتعودنا اكستنشن لحد نهاية الحائط من فوق. يبقى احنا كده رسمنا الحائط ده. طب لو عايزين بعد كده نرسم الحائط التاني من هوم، وهقول له وول، هخش على من قائمة وول على دلوقتي احنا رسمنا الحائط الطوب عرضه 12 انش. هنخش دلوقتي على الحائط الخرساني الموجود هنا وهنشوف عرضه كام. ستراكشر وول، واقول له تشينج element type، هنختار المرة دي هيبقى وليكن 8 كونكريت. تمانية كونكريت، و هنقول له لاين، هنختار من بداية الحيط لحد نهايته. زي ما احنا شايفين دلوقتي حصل ايه، الحائط جه بره. دي خطأ بيقع فيه كل الناس، ان الحائط دايما لازم يتاخد من النقطة الداخلية، لان انا مختار finish face exterior، معلم عليه واقول له delete. نفس الطريقة لو قلنا له wall و structure wall، وبنتأكد ان ال change element هنقول له 8 concrete،
وهبدأ هبدأ من هنا و انزل تحت لحد ما اوصل لنهاية الحائط و اسكيب. راجع الكلام ده، فعلا الحائط اتحط في مكانه السليم. طيب لو عايزين نكرر الكلام ده مع السلم اللي تحت، هقول له زوم ريجون واكبر على السلم ده. وبعد كده هقول له هوم وول، و تشينج element تايب. وزي ما اتفقنا الحائط الخارجي هيبقى 12 ماسونري، وهقول له بيك لاين وفينيش فيس اكستيريور، وهضغط هنا تمام. بعد كده هعمل له اكستنشن تحت، تمام. بعد كده اخش على الحائط التاني، اسكيب هوم وول، وول هختار منه 8 انش كونكريت. هنزل لتحت لنهاية الحائط و اسكيب، عملنا زوينج. فعلا كده احنا عملنا الحائط. لو جينا نشوف الكلام ده، قلنا وقفنا الحائط وقلنا له كليك يمين و سيلكت اول انستانس ومقايمة element properties and resistance properties، وهنخش على خصائص الحائط. زي ما احنا شايفين اللي هو 12 مرسناري، وبدايته عند ال enter level ونهايته عند ال 2 level، وال offset نأكد اللي هي بصفر. اوكي، نفس الكلام بنعمله مع الحائط التاني. شوف الكلام ده فيه 3D. زي ما احنا شايفين فعلا ده الحائط الاول وده الحائط التاني، ماتيريال مختلفة. طب عايزين نشوف الانتيكال موديل، خش من قائمة زي ما احنا شايفين المربع الازرق موديل جرافيك، هقول له واير فريم، هيدينا الحائط ممثلة بخط خط اخضر. الخط الاخضر ده عبارة عن خط الانتيكال موديل في حالة لما نعمل اناليسز. وبكده يبقى احنا خلصنا حلقة الحائط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.